فريد على قناة أنفاس بريس. حنا بمعرض الفرس مدينة الجديدة وبالضبط فضاء الأطفال. لا بغيتوا تدخلوا معنا وتضربوا واحد الدويرة خفيفة وتشوفوا أجواء هذا الفضاء، أجوا معايا. شكرا شحال عليكم. السلام عليكم. المعرض كان في موسى نوال في العاب زوينه للوليدات. كنشكركم بزاف على هذا المعرض اللي درتو لينا. نحاولوا نجيو نكتشفوا فيه شي حوايج زوينه بحال الفرس. هذا الفضاء ديال الاطفال متنفس للوليدات باش يعرفوا الخيل، باش وعجبني بزاف وعجب حتى الوليدات اللي معانا. السلام عليكم. هذه المره الثانيه اللي تنجي لهذا المعرض تاع جديده، والحمد لله كيبان ليا هذا الشيء تيتقدم من حسن لاحسن. وبالنسبه لهذا الفضاء تاع الاطفال صراحه هذه اول مره غادي ندخل ليه، ما باقي ما عرفتش شنو اللي فيه الداخل. اليوم المعرض الفرس وجينا لهذا البارك ديجا ديال الاطفال في الدوره ديالو 13. صراحه كلشي هنايا رائع وزوين، وهو كان متنفس للاطفال ساكنه مدينه الجديده وكذلك ساكنه مدينه ازمور. ونتمنى التوفيق ان شاء الله لكل المسؤولين في هذا المكان، وكنشكرهم بعد على التأطير والتوجيه الجيد صراحه للمعرض، وكنشكروا كاع الناس الساهرين على احياء هذه الدوره 13 لمعرض الفرس.